حلم الغايه بيستصطب بالحالات الحرجه والقلب في القصر العيني. احب ان انا النهارده اتكلم مع الناس الموجودين في البوكا اللي هم الناس اخواتنا واهلنا وقرايبنا، ان التقدم دلوقتي في الطب والطب القلب والتدخلات القلبيه اصبح دلوقتي شيء بندعمه. احنا بنحاول نقلل نسبه الخطوره في اي حتى موضوع قسطره، توسيع، تركيب عدد دعامات. لكن انا اللي انا بقوله بطمن الناس ان احنا اصبحنا الان على مستوى عالمي في تقديم هذه الحالات، حتى في حالات الانسداد الكامل للشريان اللي كنا في الفتره اللي فاتت بنستدعي بعض الخبراء اللي عملها، اصبحت دي متوفره واصبحت بتتعمل بايد مصريه. اعتقد ان احنا الفتره اللي جايه مش هنركز بس على ان احنا نطمنكم، احنا عاوزين تشوفوا نتائجنا وتطمنوا العيانين، وان الدعامه دي مش حته حديده بتتنسي، وان الدعامات لها عمر افتراضي. لا، احنا دلوقتي بنشوف عيانين عالجناهم من التسعينات ومن 2001، يعني اكتر من 18 سنه، وما هذه الدعامات لسه شغاله ولسه بتنتج ولسه ما فيش فيها نسبه انسداد. اللي انا احلم بيه ان شاء الله في الفتره الجايه ان احنا نبتدي عندنا الدعامات المصريه، عندنا الاجهزه المصريه اللي ان شاء الله في الفتره اللي جايه تبقى موجوده لخدمه المواطن المصري البسيط. ما اقدرش انكر اني اشتغلت في الجامعه ان انا اشكر وزاره الصحه، وبشكر برضو الناس اللي هي تعبت في توفير هذه الدعامات باسعار رخيصه، تقدر للعيان المريض العادي جدا يتركب له احسن دعامه. لو التأمين الصحي بدون فلوس، لو قرار الكوميسيون بدون فلوس، أو في الأماكن التانية، أصبحنا أعتقد إن إحنا نمثل 1/10 من التكلفة في أي حتة في دول الخليج أو في أوروبا. بتمنى لكم كل الخير، وبتمنى دايما التقدم في الطب في مصر إن شاء الله.